السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون. نستهلها بالعناوين: اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تعلن فوز تحالف المعارضة ببلدية عرفات وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ببلدية الميناء. رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يعد باستخلاص الدرس من نتائج عرفات وترتيب ما يترتب على ذلك. انتخاب صحفية موريتانية عضوا في شبكة الصحفيات الإفريقيات خلال المنتدى الثاني للصحفية الإفريقية المنظم بالدار البيضاء. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات نتائج إعادة جولة الانتخابات في بلديتي عرفات والميناء، وبحسب النتائج المعلنة من طرفها فقد فازت لائحة تحالف المعارضة ببلدية عرفات، حيث حصلت على 11,855 من الأصوات المعبر عنها مقابل 11,180 صوتا حصل عليها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. الدائرة الانتخابية بلدية عرفات، عدد المستشارين 21، عدد المسجلين 42,560، عدد المصوتين 24,876، عدد الأصوات اللاغية 989، عدد الأصوات المعبر عنها 23,887، عدد الأصوات المحايدة 852، نسبة المشاركة 58.45%. اللائحتان المترشحتان تحالف اتحاد قوى التقدم الحزب الموريتاني من أجل الاتحاد والتغيير حاتم، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، حزب العهد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية عادل، لائحة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. النتائج: حصلت لائحة تحالف اتحاد قوى التقدم الحزب الموريتاني من أجل الاتحاد والتغيير حاتم، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، حزب العهد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية عادل على 11,855 من الأصوات المعبر عنها، أي نسبة 49.63%، وبذلك تحصل على 11 مستشارا. حصلت لائحة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على 11,180 من الأصوات المعبر عنها، أي نسبة 46.80%، وبذلك تحصل على 10 مستشارين. اللائحة الفائزة لائحة تحالف اتحاد قوى التقدم الحزب الموريتاني من أجل الاتحاد والتغيير حاتم، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، حزب العهد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية عادل. وفي بلدية الميناء فاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، حيث حصل على 6,550 من الأصوات المعبر عنها مقابل 6,350 حصل عليها تحالف أحزاب المعارضة. الدائرة الانتخابية بلدية الميناء، عدد المستشارين 21، عدد المسجلين 27,827، عدد المصوتين 14,264، عدد الأصوات اللاغية 749، عدد الأصوات المعبر عنها 13,515، عدد الأصوات المحايدة 640، نسبة المشاركة 51.26%. اللائحتان المترشحتان تحالف اتحاد قوى التقدم الحزب الموريتاني من أجل الاتحاد والتغيير حاتم، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، حزب العهد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية عادل ممثلة في حزب تواصل، لائحة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. النتائج: حصل التحالف لاتحاد قوى التقدم الحزب الموريتاني من أجل الاتحاد والتغيير حاتم، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، حزب العهد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية عادل على 6,350 من الأصوات المعبر عنها، أي نسبة 46.98%، وبذلك يحصل على 10 مستشارين.
حصلت لائحة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على 6525 من الأصوات المعبر عنها، أي نسبة 48.28%، وبذلك تحصل على 11 مستشارا. اللائحة الفائزة لائحة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. وعد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد المحم باستخلاص الدرس من نتائج بلدية عرفات وترتيب ما يترتب على ذلك. جاء ذلك في تغريدة نشرها المحم على حسابه على تويتر، معلقا على نتائج بلدية عرفات التي فاز فيها تحالف أحزاب المعارضة على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. هذا وكان الناخبون في بلدية عرفات قد توجهوا السبت إلى صناديق الاقتراع في ثالث جولة انتخابية بين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وتحالف سياسي معارض يقوده حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل. وقد شهد مستوى الإقبال ضعفا بعدد من مكاتب التصويت خلال الساعات الأولى من يوم الاقتراع، وأعلن مصدر من داخل اللجنة الانتخابية أن نسبة المشاركة وصلت مساء 50%. تابع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. جولة انتخابية ثانية بمقاطعتي عرفات والميناء، وتنافس محموم بين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وتحالف المعارضة بقيادة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل للظفر بالمجلس البلدي بالمقاطعتين وحسم السباق. إقبال ضعيف مقارنة بالشوطين الماضيين من الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية، وأجواء مريحة جرت فيها جولة الإعادة الثالثة، هكذا يصف القائمون على العملية الانتخابية بأحد مكاتب الاقتراع بثانوية عرفات في ولاية نواكشوط الجنوبية الظروف العامة التي ميزت انطلاقة الاقتراع بالمقاطعة. فات تقريبا نسرق منها على 92 تقريبا، نسبة المشاركة معقولة مقارنة بعد مع الشوط الماضي، أقل الحضور حالا من الشوط الماضي. وعلى العموم العملية جارية، ما لاحظنا بعض أي مخالفة الحمد لله، ممثلين لأحزاب موجودين الحمد لله، ما فهم مشكلة ولا أي شيء طارئ الحمد لله. وعلى الرغم من حدة التنافس والاختلاف، فإن ممثلي اللائحتين الانتخابيتين المتنافستين في جولة الإعادة الثانية للانتخابات البلدية بمقاطعة عرفات يجمعون على ضعف الإقبال وسير العملية الانتخابية دون تسجيل خروقات أو ملاحظات لغاية تسجيل المقابلة. العملية اللي فات لها لم تسجل أي خروقات، إن شاء الله تعالى نتواصل. طبعا الإقبال متوسط لكن لباس بدأ يتحسن، وإلى حد ساعة لم نلاحظ أي خروقات الحمد لله. أعتقد أن الإقبال ما زال متوسط كيف قال الشيخ، بعد ما زال هنا ما شاء الله ما قد لاحظنا شيء. خارج مكاتب التصويت الواقعة بمقاطعة عرفات، يدخل أنصار اللائحتين المتنافستين بالمقاطعة في سباق مع الزمن لحث الناخبين على التصويت لهم وسط نقاشات بينهم. تأتي إعادة الشوط الثاني من الانتخابات البلدية في مقاطعتي عرفات والميناء بعد الطعون تقدم بها الحزب الحاكم في بلدية عرفات، وأخرى تقدم بها تحالف المعارضة في بلدية الميناء. لدى المحكمة العليا أفضت إلى إعادة الشوط الثاني من الانتخابات البلدية في هاتين المقاطعتين. أحمد البابي، المرابطون، نواكشوط. من جانب آخر، تنافس تحالف أحزاب المعارضة مع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في بلدية الميناء التي توجه ناخبوها السبت إلى صناديق الاقتراع في جولة انتخابية ثالثة بين الطرفين. وأشاد المراقبون بالمكاتب وممثل الطرفين المتنافسين بالجو العام الذي جرت فيه العملية الانتخابية على مستوى البلدية التابعة لولاية نواكشوط الجنوبية. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. نصف ساكنة الميناء أقبلوا على مكاتب الاقتراع خلال ساعات الصباح من أجل الاختيار بين لائحتي الموالاة ممثلة في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم والمعارضة بقيادة حزب تواصل وفق بعض رؤساء المكاتب.
عدد المسجلين في المكتب 436 الى الان زرقت فيه قريب من تقريبا 200 رقاش. العمليه تمت بسلاسه الحمد لله، ما جبرنا اي مشكله. ورغم أن نسبة معتبرة من المسجلين على اللوائح صوتت بشكل مبكر، إلا أن المشرفين على العملية يصفون الإقبال بالأضعف مقارنة بالشوطين السابقين. لا، الشوط الأول قبله ما هو معقول كاع، ما رينا المسيلة من وين، والقبال الآخر الثاني قل من ذاك الشوط، هما اللي قل من ذاك. ممثل الأحزاب السياسية هم الآخرون لاحظوا ضعف الإقبال، لكن لا خروق تشوب العملية بحسب تصريحاتهم لقناة المرابطون. ما شاء الله العمل كان ممتاز جيد، ما فتنا الحق مشارنا أي صعوبات حتى الآن. إن شاء الله سير العملية تمت بنجاح، ما شاء الله الإقبال لا شيء ما يدخلوا لنا الواقش زين، ما شاء الله الإقبال زين ما شاء الله. العملية ما شاء الله عملية سلسة، المكتب مفتحون الساعة 7، الإقبال شبه ضعيف، ولكن بعد العملية ما شاء الله ما عنده مشكلة الحمد لله. وخارج مكاتب التصويت يقول بعض أنصار المعارضة إن المعارضة تسلمت من قبل مقاليد الأمور بالبلدية دون إنجازات تذكر، لكن ذلك لا يمنعهم من التصويت لها من جديد. والله نقول لكم روايه، لا نقول لكم هلاتي روايه، احنا فتنا شربنا البلديات بالنسبه للمعارضه وبالنسبه للمولاه قطع هاي السيزم، هاي المعارضه جات اصلا ما زادت الاشي، تحكمت المعارضه اصلا ما زادت الاشي، وذي المعارضه اللي هامنا دارك هامنا تعدل الاشي نافع. ولا يخفي انصار الاتحاد من اجل الجمهوريه ثقتهم بانهم هم من سيكسب المنافسه. القطاع انقالوا قطاع كسل والتواصل يعرف عن ما عندهم في شيء، واحنا فتنا نجحنا عليهم فيه وندوروا نشحوا عليهم فيه، فتنا نجحنا عليهم وندوروا نشحوا عليهم باذن الله. وتبقى النتائج التي ستعلن عنها اللجنه المستقله للانتخابات هي الفيصل بين الرايين، بعدما اكسب الحماس المنافسه خارج مكاتب الاقتراع شكلا مختلفا جعل كل حزب بما لديهم فرحين. هذا وتعتبر بلدية عرفات والميناء الوحيدتين من بين بلديات العاصمة نواكشوط 9 اللتين تقرر فيهما إجراء جولة انتخابية ثالثة، ففيما طعن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في نتائج المعارضة بعرفات، طعنت المعارضة في نتائج الحزب ببلدية الميناء. نتابع. إلى صناديق الاقتراع ببلدية عرفات في ولاية نواكشوط الجنوبية توجه آلاف الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة انتخابية ثالثة، حيث يصل عدد المسجلين بهذه البلدية التي ظلت تحت قبضة المعارضة لعشر سنوات متتالية 42,560 ناخبا يتوزعون على 94 مكتب تصويت. ويجري التنافس بهذه البلدية على أشده بين حزب الاتحاد من أجل جمهورية الحاكم الساعي للظفر بالبلدية التي يصفها بأنها باتت معقلا للمعارضة، وبين ائتلاف معارض يقوده حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل يسعى هو الآخر إلى إبقاء البلدية معارضة لسياسات النظام الحاكم في موريتانيا، ويسعى للفوز بولاية ثالثة فيها من خلال ترشيح عمدتها خلال الولايتين السابقتين. بلدية الميناء التابعة لذات الولاية التي تتبع لها بلدية عرفات يجري التنافس فيها بين ذات الطرفين المتنافسين الموالي والمعارض، لكن بوتيرة أقل. الاتحاد من أجل جمهورية الحاكم يسعى إلى رفع عدد البلديات التي فاز فيها خلال انتخابات سبتمبر بنواكشوط والبالغة 6 بلديات، والمعارضة تسعى إلى إضافة بلدية جديدة على تجنين التي فازت فيها خلال الجولة الثانية التي أجريت منتصف شهر سبتمبر الماضي. الجمعة تصوت أزيد من 1500 عسكري مسجل بالبلديتين الوحيدتين اللتين تقرر إجراء جولة انتخابية ثالثة فيهما من بين بلديات العاصمة التسع، ولم تدخر الأطراف المتنافسة أي جهد في سبيل الفوز ببلديتين يتطلع ساكنتهما إلى تحقيق إنجازات ملموسة تتجاوز الوعود الانتخابية إلى واقع ملموس على أرض واقع كثيرا ما وعدوا في مناسبات كهذه بتغييره دون أن يتغير. ناقش باحثون وأساتذة جامعيون خلال ندوة نظمها منتدى بيت الحكمة للثقافة والفكر والحوار بنواكشوط موضوع المجالس الجهوية ورهان التنمية المحلية في موريتانيا.
يأتي تنظيم هذه الندوة بعد أسبوعين على تنصيب المجالس الجهوية البالغ عددها 13 مجلسا على عموم تراب البلاد، وقد فاز بجميعها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم. تابعوا المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. المجالس الجهوية ورهان التنمية المحلية في موريتانيا موضوع ندوة نظمها منتدى بيت الحكمة للثقافة والفكر والحوار في العاصمة نواكشوط، وشارك فيها عدد من الباحثين والأساتذة الجامعيين. وقد اقترح بعض المتدخلين في الندوة جملة من المقترحات هدفها تفعيل وتطوير أداء المجالس الجهوية المنتخبة مؤخرا. خمسية تأسيس المجالس الجهوية في موريتانيا، هذه الشروط الخمسة، أولها ترفيع وتحصين المكان البروتوكولي لرئيس المجلس الجهوي باعتباره المنتخب الأول على مستوى الولاية، ثم تأمين مباني إدارية أيضا لائقة هي الأنسب، ثم من بعد ذلك إعداد مخطط جهوي تنموي، ثم أيضا على الأقل إنجاز مشروع أو اثنين أو ثلاثة خلال هذه الخمسية تتمتع هذه المشاريع بالمقروئية والوجاهة والأسبقية والأولوية بالنسبة لكافة ساكنة الولاية. ويقول مشاركون في الندوة إن الأولى أن يتم إجراء تقويم لتجربة البلدية في موريتانيا وتطويرها قبل إنشاء مجالس جهوية. المفترض أصلا أنه نقوم بتقييم التجربة البلدية ونحسنها ونطورها حتى تنضج لنبدأ في المجالس الجهوية، لأن لا مركزية عموما تدخل فيها البلديات والمجالس الجهوية بالتعريف. وهون ما مشيت ماني خاطر رغم أن عندي كثير من هذا في هذه المصطلحات العلمية الأكاديمية مملة، هي تحويل واجبات ومسؤوليات عامة من مستوى أعلى إلى مستوى أقل لتكون أقرب للمواطن. وتعتبر المجالس الجهوية جديدة على موريتانيا، وقد نصبت في البلاد خلال الأيام الأخيرة 13 منصبا، هي عدد المجالس على عموم تراب البلاد. ويعقد المواطنون الموريتانيون آمالا على هذه المجالس من أجل تعزيز اللامركزية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال الأدوار المنوطة بها والمحددة في القانون المنشئ لها. أعلن في العاصمة نواكشوط عن اختتام أعمال النسخة 13 من مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير، وأشاد مدير المهرجان الدكتور أحمد مولود الليدة بنسخة هذا العام وبالأفلام المتسابقة فيها، مؤكدا إصرار إدارة المهرجان على مواصلته من أجل النهوض بواقع السينما في البلاد. لكن عزائنا هو عنا لم نشأ أن يتوقف هذا المهرجان، أردنا أن نقدم نسخة بالإمكانيات المتاحة لنا مهما كانت رديئة، لكن الفرجة موجودة مؤمنة. ما أثلت صدري هذه السنة هو هذا الشباب الذي كل سنة في تحسن، عندما رأيت أفلام الشباب التي قدموا الشباب الموريتاني في المسابقة الوطنية ارتحت أي مرتياح، لأن المستوى اللي قدموا عام الأول وأول عام الأول هذه السنة في تحسن مضطرد، وسعدنا جدا لأن فينا الماء المهرجان هو مهرجان الشباب، مهرجان لا جينيس كيم للسينما، وبالتالي سعادتنا كبيرة أن نشوفوا أفلام لهذا الشباب أنجزها في ظروف صعبة. نجاحنا هو كي نشوفوا هذه الأفلام الزينة اللي عدلوا هذا الشباب اللي أحسن من عام الأول، تأثير تعبنا وفترتنا وحبنا للعمل المتباركين معاه يتبدد. دونك لن أطيل عليكم، أشكركم وأعلن اختتام هذه التظاهرة التي برنامجها سيكون فيه تكريم الشركاء الذين أعانونا، تكريم من قدمها من ساهم في إنجاز هذا الحدث، وكذلك الإعلان عن الجوائز. لشان منفصل، حيث انتخبت الصحفية الموريتانية حورية بنت مولا إدريس عضوا في شبكة الصحفيات الإفريقيات التي أعلن عن إنشائها بمدينة الدار البيضاء على هامش أعمال المنتدى الثاني للصحفية الإفريقية، والذي بحث موضوع الهجرة في إفريقيا بمشاركة 200 صحفية من 54 دولة. وتشغل بنت مولا إدريس منصب نائب رئيسة شبكة الصحفيات الموريتانيات، وقد شاركت في أعمال المنتدى إلى جانب رئيسة الشبكة خديجة بنت المجتبى. لهنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تعلن فوز تحالف المعارضة ببلدية عرفات وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ببلدية الميناء.
رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يعد باستخلاص الدرس من نتائج عرفات وترتيب ما يترتب على ذلك. انتخاب صحفية موريتانية عضوا في شبكة الصحفيات الإفريقيات خلال المنتدى الثاني للصحفية الإفريقية المنظم بالدار البيضاء. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. في أمان الله.